تسمع بقيمة إغراء مالي كبير للسعوديين، ثم باه يحافظوا على هذه الدورة أو هذه الترنوة. شوف فريق النصر السعودي فريق عالمي، الأهلي مش راح يشارك، ممكن الرجاء أو الوداد يكونوا، خاصة الوداد، الوداد راه يتمتع حتى هو بفريق ممتاز خاصة في السنوات الأخيرة دي، وبرهن قد يوصل النهائيات، آخرتها ضد الأهلي وقبلها ضد في نسختين مباشرتين ضد الأهلي. الموسم الفارط فازوا باللقب، والموسم هذا خسروا اللقب. نظن الوداد حتى هو هيكون عنده كلمة في الكأس العربية يعني. والله البطولة راح تكون بطولة تنافسية كبيرة، ورايحين نشوفوا الشامبيونات تاع السعوديه، ما كانش اكزيستي احنا كعرب، يعني ما كناش متابعين ياسر للشامبيونات تاع السعوديه، بصح العام هذايا رايحين نتبعوا الشامبيونات تاع السعوديه، وما كانش غير بنزيما وكريستيانو اللي لعبوا لتما، يرشا كاينه برشا ملاعبيه يعني تنجم تقول ملاح 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 اللي داروا في الدور السعودي، ومنهم يعني دي جوار دو كاليتي، ورايحين نشوفوا دور ممتاز، دوري ممتاز ياسر ياسر ياسر، وراح نشوفوا دي ماتش ديربي فريمون، ورجعونا لامبيونس تاع البرنابيو، وراح نشوفوا بنزيما كونتر كريستيانو باذن الله، اون فا ساميزي معاهم ونشوفوا ان شاء الله كره باهيه. نعم نجمو نقارنوهم، وحتى احنا عندنا ايكيبات قويين، وعندنا بطوله تاني بدات شويه تتحسن، نحكي على فريق جونور يعني كي خصنا حنايا، المغرب الجزائر تونس، نرجح الترجي كيما رشح الوداد، يعني هذوما ليكيبات ما تحطهمش كيما يقول العبد ما جامي نحطوهم ليدينا. الهلال السعودي، كل الاتحاد السعودي فرق كبيره، وانتدبت لاعبين ممتازين، يعني لاعبين مشهورين في العالم، اكبر لاعبين مثلا رونالدو غير الاتحاد السعودي. لا نوصلوا حتى الدوره النصف النهائي، نجم نقول حتى النصف النهائي، وفي النهائي سمي لها في البلاد المنظم والجماهير، وهما استثمروا فعلا في الكره، استثمروا فعلا في اللاعبين الممتازين والمستدعي، والا هما دليل ذلك حسب رونالدو قاعد يثابروا وقاعد يجيبوا في اللاعبين الممتازين الاوروبيين. هدم تاع لي كلاب صعاب باش تجيهم، ما تقدرش تكون كاين برونوستيك الافونس ولا كيما نقول لك، صعيبه شويه. مي عندنا اون شونس، احنا عندنا اون شونس، ميم ليكيب تاع شوف لي كلاب تاع السعوديه ملاح، لي كلاب تاعها ملاح، دوك لي كلاب تاع لي بيي هذوما الصغار فوتبول ما فوتباليستيكمون بالون تقدموا. الفريق ان شاء الله تكون من حسن فرق الجزائريه. نورمالمون النصر ولا الهلال سعودي، صعيبه شويه، صعيبه خاطر مش الفتره الاخيره هذه شويه الدور السعودي بدا بان نيفو تاعو يطلع بزاف، بدا يجيب في الملاعبيه الكبار، بدا النيفو طالع شويه. المستوى يعني كبير، يعني بوجود كريستيانو وبوجود بنزيما يعني راح يكون مستوى عالي تاع البطوله العربيه. انا ممكن نرشح الانديه السعوديه واحده منهم تفوز بالبطوله، يعني كاين الاهلي، كاين اتحاد جده، وكاين الهلال. هذوما بالطبع يعني العنصر المالي يلعب دور كبير، لانه يسمح لك باش تنتدب احسن الملاعبيه، وكما دارت يعني بنزيما مراف مع اهلي جده ولا الهلال مع الاتحاد، مع لو ريكروتمون الجديد اللي داروه مع بنزيما ومع كريستيانو رونالدو. ممكن سمعنا دي اشاعات تاع محرز، ممكن الانديه السعوديه بالقوه الماليه تاعها راح تكون عنصر مهم في التتويج بالبطوله. كريستيانو ولا بنزيما كنشوف معاهم ثلاثه ولا اربعه واحد اخرين قادر يقدموا، مي سا ديبون، قادروا سي لي كلوب تونيزيان سي قادرين يوصلوا يقدموا، باسكو قاعدين يلعبوا في كره ملاحه.